والسلام عليكم وما ودي الحال استنى من لاباس غيرون وقوم زيارو قوم زيارو ما تشكروا ما تنختها معكي خوج معاذ خثار اجمع عاد نظاف اجمع عاد يجمعنا خسم خسد ما الخير وضمن نقفي يتحب التراث والشعر الثقافة المازيغ بكل صراحة الجزاز اللي خصاش ان بدكول نخ نوش الشابو لسنتيني تبارك الله يوجد القفل اللي ناتو ما تنخى الشيخ عبدو لسي الناس كشا القفل اللي زري غاز دغي الناس ودات هاملة تبورج دي قروان لكن تيني خات هاملة شور تبورج دي قروان تبورج دي مازيغ نالد لا تبارك الله لسي الحسنة حاجة بالمناسبة بالمناسبة الكليكا محبين كأنصار ديال الشعر والثقافة الأمازيغية واحد صديق ديالنا وحبيبنا وكيموت على الشعر وكيموت على الثقافة الأمازيغية سي حميد الرحيوي من الجالية المغربية في الخارج أبى إلا أن يكرم واحد الشاعر غيبته ظروف المرض نعم أبى إلا أن يكرم واحد الشاعر كبير مدرسة ديال الشعر الأمازيغي في قروان سي محمد عديشان كان بودو انه يحضر معنا ولكن دعواتكم كاملين معاه الله يشافي ان شاء الله الله يحفو عليه الله يشافي ربي الله يشافي سليمان اعدوش الهديه الاولى غنادي على السي سليمان اعدوش هو اللي غيقدمها لسي عبد الشان بالمناسبه سلام دوستو عم الزيت خليل لا شوف انت ليش الشهادية التقديرية الرمزية السي محمد عديشان أبارك 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 الشواهد التقديرية ما كاينتيني الدكان الشهادة واخا هي غير رمزية وتقديرية معنوية ولكن راح تهزاز المعنوية سواء انه الشاب سواء انه المحب انا كيتكرم ورقاز قال مسنو جوج مجموعة خثار يسيل لا تهزاز قال دور النس شهادة تقديرية وتكريم اخر الاخ السعودي تكريم لواحد المحب اكثر من حميد الرحيوي او بحال حميد الرحيوي مهم ديال الناس الجالية اللي كيشبعوا الشعر الامازيغي ومدمن طاقة اي عيسى عبدي مقيم بالديار الفرنسية الا قلت لكم صدقوني مرارا وتكرارا يقطع الطيارة على كيجي السبت ويرجع الاثنين باش يتفرج ديك ليلة النشادة ويمشي بحالو المعني بالامر هو السي بوسيف كبير من عائلة كبير سي بوسيف كراسي بوسيف كراسي بوسيف غيقدم لنا كبطل سي جواد عكي جواد جواد عكي كداش هي كان الشهادة التقديرية جواد وبالمناسبة كنقول بالمناسبة كنا حبيبة ويدرة هادشي المسائل حنا غنسخرين كانت عنده ظروف طارئة اللي معكة صحية مفاجئة كان هو اللي جيت كنكم كتعرفوا خاص محب للشعر الأمازيغي ولكن مع الأسف ظروف طارئة ما سمحاتلوش وكلفني بالمهمة مع السي حسن والإخوان اللي جايين من الخمسات كنتمناو له بالمناسبة الشفاء العاجل الترحاب حسين بيو المدربين الألباس عميد هامي المرشح أنت الكبير أنت وغرفي قدر الكبير ربي الأخير المنس ربي يدي السيسة في الله ولي تدخل أي روض أو خيوط جاكم مزيان جاكم قادر جاكم طب جاكم ريان مهم ثخم تلزم الزاويد الذي تليك تهامي معروف على الصعيد الوطني ربي الأخير جود منس ربي الأخير سلام ودمنس ربي البرنامج المسكن ان شاء الله لم تربع لي يروان ارجع ان شاء الله بلي شاطرين في الشادل تربع لي اني يروان اسمه سلا درجة اسم تيني تامي مرحبا نون مية مرحبا
تهامي أخام وين الشناليا أخام وين حيدوس أخام وين نيمازي المرجية بصفة عامة يترحم سكسو وثامرة ثلاثة يترحم المرجية